يقول هل القرآن فيه مجاز أو لا؟ هذه مسألة يعني دقيقة جدا علمية بحتة. لكن على كل حال أهل العلم على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه ليس في القرآن مجاز، ولا في السنة مجاز، ولا في اللغة مجاز، يقول ما في مجاز. والمجاز هو أن تقول رأيت أسدا، ويقول وين الأسد؟ يقول هذا الشجاع، شوف هالآدمي هذا، هذا يسمونه مجاز، يعني جعلته مكان الأسد لشجاعته، يسمونه مجاز. طيب، فيقول هل في القرآن مجاز أو ليس في القرآن مجاز؟ بعض أهل العلم نفى المجاز من لا قرآن ولا لغة ولا حديث ولا كذا، هذا اختيار شيخ سام تيمية، أنه لا يوجد مجاز في القرآن الكريم. وهناك من منع في اللغة ولا المجاز، هناك من منع المجاز في القرآن خاصة، كما فعل الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، الإمام الشنقيطي، وعنده رسالة اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وذكر السبب في ذلك أن المجاز يمكن إثباته ويمكن نفيه، والقرآن لا يجوز نفي شيء منه، إذن في القرآن فقط ما في مجاز. والبعض أثبت المجاز في القرآن واللغة وكذا، ولكن بشرط أن لا يصرف صفات الله تبارك وتعالى، عندما يقول الله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه، يد الله فوق أيديهم، أو غيرها من الآيات، إثبات صفات الله تبارك وتعالى لا ينفي صفات الله بحجة المجاز. فإذا أثبت الصفات ما في مشكلة، في مجاز، في المشكلة يعني. هذه كلها أقوال لأهل السنة. أما غير أهل السنة فيثبتون المجاز ويجعلون حتى في صفات الله، فينفون صفات الله تبارك بدعوى المجاز. أظن هذا يكفي في مثل هذه الجلسة هذه.